يقول: هل ورد نهي أن يتجشأ الإنسان أمام الناس؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يتجشأ أمام الناس، لأنه يشق عليهم برائحة المعدة والرائحة المتصاعدة من المعدة، فعليه إذا جاءه التجشؤ أن يكظمه ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فمه حتى لا يذهب نفسه وجشاؤه إلى مجالسيه ومن حوله. هذا من الآداب الشرعية. نعم.